يا مساء الخير والتفاؤل على كل مشاهدي برنامج فيها حاجة حلوة. برنامج فيها حاجة حلوة هو برنامج جديد ومختلف، هنتكلم فيه عن كل الحاجات الحلوة اللي موجودة في حياتنا. ملناش دعوة خالص بالسلبية، لا، هنتكلم عن الطاقة الإيجابية والطموح. من خلال برنامجنا هنقدر ان احنا نستضيف نماذج شابة وطموحة قدرت انها تحقق هدفها والكارير بتاعها. معنا معاكم الأستاذ مصطفى صلاح، رئيس قطاع تسويق شركة بريفا، وشركة ومعانا كمان شركة كابيتال وشركة اسكان ميب. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. نورك، شكرا على التقديمة الكويسة. ربنا يخليك. عايزة حضرتك النهاردة تكلمنا عن مجالك في شغلك، يعني انت قدرت توصل اللي انت وصلت له ده ازاي؟ بصي، هو الحمد لله يعني انا بقالي فترة كويسة في الريال استيت، شغال في مجال التسويق بقالي 4 سنين. مجالي باختصار احنا بنمسك مشاريع عقارية، بنبدأ من الصفر، بنحط الاستراتيجي بتاعتنا، بنحط بلان احنا الميزانية هنصرف كذا، هنخلص المشروع في وقت قد كده، بنبقى محتاجين نحقق مبيعات مثلا بمقدار 100 مليون 50 مليون، دي اتفاق مع صاحب الشركة او صاحب المشروع، بنحط خطة تسويقية، بنشتغل على الجمهور المناسب للمشروع ونبدأ نشتغل. على سبيل المثال انا كنت ماسك حاليا برضو مشاريع في العاصمة الإدارية، ومشاريع في العين السخنة، ومشاريع في التجمع الخامس، والحمد لله حققت معهم ارقام كويسة وفي فترة قليلة جدا. ده باختصار يعني مجال التسويق، يدوب احنا بنسوق اي حاجة، لان التسويق هو دلوقت كلنا بنعيش حياتنا كلها تسويق. تمام. عايزة حضرتك تكلمنا عن العاصمة الإدارية، الاستثمار فيها بيبقى العاصمة الإدارية. احنا فكرة العاصمة الإدارية في الأول ان احنا بدأنا بصينا على القاهرة وبصينا على الجيزة، الدولة هي اللي بصت وقالت لازم نكون في محافظة كده زي العاصمة الإدارية، مدينة كاملة فيها كل الخدمات. هو يعني احنا بنسابق الزمن زي ما بيقول. ناحية الاستثمار، يعني نصيحتي لأي حد بيفكر يستثمر في العاصمة الإدارية، عايز أقول له بص لدبي من 20 سنة كانت عاملة إزاي ودلوقتي عاملة إزاي، بص للتجمع الخامس من 20 سنة كانت عاملة إزاي، كانت صحراء ودلوقتي احنا بنتكلم في سعر المتر في التجاري وصل لمليون، بيبدأ من 500 ألف وانت طالع، الإيجار بيبدأ من 2000 جنيه. فاحنا كل ده الدولة مديها فرصة للناس اللي عايزة تستثمر تروح العاصمة الإدارية بأسعار كويسة، طرق سداد بتوصل ل10 سنين و15 سنة في المحلات التجارية أو المكاتب الإدارية أو الشقق السكنية. طبعا الكومباوندات هناك، كل مشاريع كلها كومباوندات، حاجات متقسمة، فده هيدي فرصة كويسة لأي أسرة تعيش هناك بسلام. تمام. طيب بالنسبة لمدينة الجلالة عايزاك تكلمنا عنها. مدينة الجلالة دي يعتبر من أفضل المدن إن شاء الله هتبقى موجودة في الشرق الأوسط، لأن هي هتبقى على جبال الجلالة اللي هي ارتفاع عن سطح البحر بحوالي 600 متر أو أكتر، يعني في حاجات 650. مدينة الجلالة هي خلاص دلوقتي هي شغالة أصلا، الجامعات هناك، المستشفيات، في مدن هناك، في شركات بتبدأ تعمل كومباوندات هناك سكنية، الفيو بتاعك أصلا بقى كله بحر. يعني وأنا قاعد لو بصينا كده في أوروبا هنلاقي إن الجبال هناك زرعينها، لا احنا متقدمين شوية، هيبقى في لاندسكيب بشكل كبير جدا، مساحات خضراء كبيرة، الحياة سكنية بالكامل، زي ما قلنا الخدمات زي ما موجود في العاصمة الإدارية هيبقى موجود برضو في مدينة الجلالة. ده بخصوص مدينة الجلالة. تمام. طيب بالنسبة للشركة بتاعتك، انت يعني الشركة مختصرة، الشغل مختصر على الشركة بتاعتك بس، ولا انت بتوجه شغلك؟ بصي، هو الشركة احنا شركتي عامة هي بتقدم خدمات تسويقية للشركات العقارية، ازاي يشتغلوا، ازاي يحددوا الخطط التسويقية بتاعتهم. بنشتغل حاليا شغالين، يعني انا الشركات اللي حضرتك ذكرتيها، شركة بيفيرا دي شركة كبيرة جدا بقالها في السوق حوالي 6 سنين، شركة كابيتال بقالها اكتر من 15 سنة. الشركات دي عندها حجم استثمارات كبير فتصرف مبالغ كبيرة، فانا هما يعني الحمد لله ربنا وفقني معاهم، انا شغال معاهم بقالي فتره. التوفيق دايما. ربنا يخليكي. فالشركات دي بتصرف مبالغ كبيره، فعايزه حد متخصص ان هو يعني يصرفها في المكان الصح. فالحمد لله انا محقق مع شركه بيفيرا داخل في رقم كبير جدا، شركه كابيتال نفس الكلام. بشكل عام في العاصمه الاداريه وصلنا لحوالي 120 مليون
مبيعات في التجمع الخامس وصلنا ل 30 مليون، الساحل الشمالي وصلنا ل 25 مليون، مدينة الجلالة واصل مع شركة برضو في مدينة الجلالة داخل في 18 مليون، ولسه احنا بادئين في مدينة الجلالة، يعني الكلام ده من حوالي شهر ولا حاجة. طيب انا عايزه بس ايه يعني، هو انتوا كل شغلكم بس هيكون في العاصمه الاداريه ومدينه الجلاله، ولا هتبداوا لا تتوسعوا احنا اكتر احنا واكتر احنا شغل وتكتسحوا اه احنا شغلنا كله هيبقى في اي مكان يعني، سكني او وليكن سياحي. مثلا جنوب سيناء؟ جنوب سيناء يعني احنا كان لينا بعض الشركات اللي كنا ماسكينها في جنوب سيناء، في راس سدر، منطقه راس سدر تبع جنوب سيناء، ماسكين برضو في ناحيه الغردقه، مشاريع برضو في الغردقه، لسه في مشروعات هتطرح في السوق باذن الله في شهر 3 اللي جاي. طبعا ما ينفعش اقول على اسمهم لسه، بس في الاوراق، واحنا ما عادتنا ليه ما بنش عايزين بقى هنا تصريح؟ عايزين بقى التصريح بقى هنا والله انا حاجة حصري لينا لسه ولا بس ايه؟ احنا ما استقرناش على اسم المشروع. هو هيبقى مشروع سياحي قوي جدا، مساحته 100 فدان يعني، ده ان شاء الله هيبقى في شهر 3 باذن الله، ويبقى لينا كده لقاء تاني بإذن يعني معاك. الله ان شاء الله هنا اول حد بقى احنا طبعا. اكيد اكيد طبعا. ان شاء الله. طيب زي ما حضرتك سامع في الاول الحلقه ان احنا كنا بنتكلم عن الطموح، عايزين حضرتك بقى توجه رساله للجمهور والناس والشباب تحديدا، فئه الشباب. وصلت للي انت وصلت له ده ازاي، او الرساله اللي انت حابب تقدمها بصي، انا للشباب؟ وصلت لرئيس قطاع تسويق لاكتر من شركه، ده طبعا بفضل ربنا، ما كانش شطاره اكيد مني طبعا. خالص، كل ده حاجه بفضل من ربنا يعني، زائد دعم اهلي وكده، الحج والحاجه ربنا يخليهم ربنا لك يا رب. يخليهم لي ان شاء الله. في ناس وقفت جنبي، في خطيبتي وقفت جنبي برضو في وقت انا كنت ما لسه سن صغير، انت عارفه بروح شركه كانت هي بتدعمني والكلام ده كله. اللي احب اوصلها للشباب اللي زي، اجتهد ثم اجتهد ثم اجتهد، اسعى، ربنا بيقول اسعى يعني عشان توصل اللي انت عايزه، ما تيأس، هتلاقي ناس بتقول لك وقف، هتلاقي ناس بتقول لك انت مش هتوصل، لا اشتغل على نفسك وطور من نفسك واستثمر في نفسك، انت اكتر حد تقدر تستثمر فيه. شرفتنا ونورتنا يا استاذ مصطفى، ان شاء الله يكون لينا لقاء تاني. وفي نهايه حلقتنا احب اقول حاجه انا بعتز بيها جدا، بالامل وبالعمل وبالصبر والمصابره يصل الانسان لما يطمح ويرى. نلقاكم في حلقه جديده من برنامجكم فيها حاجه حلوه، انتظرونا الاسبوع اللي جاي بنفس الميعاد، معاكم سهيله سالم.